عسيمة، مرحبا. مرحبا بك. مرحبا بك فوق طاولتنا. يعطيكم الصحة شيف البنات، فريمون اليوم حلقة تعديت محليها، تخي فلويد، مركزين، صافي تعرف روحها اش تعمل، مروة كيف كيف، دونك تبارك الله عليهم الزوز، كو سوسوا في الكوجينة ولا في الباتيسخي. مروة الكيك نتاعك مزيان. ينجح. ينجح. وصافي لي بلا نتاعك زادا ينجحوا. دونك زوز احنا متعادلين خويت حتى هما خويت في الدار يظهر لي تبدا صافي طيب في الباتيسخي تبدا واقفه بحذاها وفيس فيرسا دونك فورسيمون باش تتعلموا على بعضكم كل واحد وطريقه التحضير نتاعك سواء السلاطه ولا الكيك بون الشربه مشاو زوز كيف كيف وبريسك ريزلتا كيف كيف عم بعد كم ذوق ونشوفوا عاد الجو كيفاش كيف كيف ولا مش كيف كيف الدريساج جوست يفرق الدريساج نتاع السلاط على خاطر صفيقة قصتها اون جوليان و ومروة دومي رونديل قصتها دومي رونديل فوالا باهي نبداو نذوقوا يعني كو صافي عملت لا سيزونمون معناتها واحده ذيك جوست شويه الزيتونه وقارص وخليت المايونيز ابار وي اركو مروه خلط كل شيء مع بعض كل شيء مع بعض باهي مالا نحطوا شويه مايونيز من الفوق ونذوقوا من غادي ولهنا نجموا نذوقوا ديريكتومون نبداو بالفيلي دو بولي لهنا تشوف في الكولور نتاعو معناتها ديجا محلاه شفت الجامبون كي بقى في وسط الماجينات كيفاش عطاه لك جو فيمي معناتها السلاطه نتاعنا راح شايف نذوق خاطر انا بديت نذوق السلاطه نتاع مروة مروة دونك ما عنديش لو ميم جو هنا عندنا الجو المحرحر نتاع السوس الجيريان البنينه برشا السوس الجيريان نتاع جديده دونك عندنا لو جو المحرحر كيفاش كيف كيف العظمه لهنا خلت هنا كانها هكا بوشي شويه شيء مروبه على كل حال سلطه مش حق وال دو سلاد بنين برشا زوز بنين فوالا زوز بنين ما مش نفس الجو حتى تعرف الشيف يخليك الزوز تحبه معاه فوالا واحدة هكا بيه وهكا بيه واللي ما يحبش مثلا يحط مايونيز وكل يخليها بار باهي نتعديو للشربة بورتون مروة معناها مسينسة بالكوجينة أما يظهر لي أول مرة طيب أول مرة نطيبها بالفاسون هذيا باهي نذوقوا البلان تاع صافي قبل ما تخافش منها مش تعجن وقت اللي تصمتها في الماء وشوية زيت كيف كيف من بعد كي تهبطها ما تبردهاش في الماء كما قلنا باش نذكروا جست شويه زيت في الاخر كهو طوخ كل كعبه واحد مهم ما نطيبوهاش اكثر من الوقت انت 7 8 دقائق تبدا مش ما تعجنيش نذوق زيدا كيف كيف الشربه نتاع مروة
اوكي الاكسبيريونس في مالا شيف لو دي الاكسبيريونس محلاها على الاخر يعني تجربه اول مره نعيشها تجربه مزيانه برشا عرفت حاجه جديده تعلمت حاجه جديده مش في بلال نخليكم تشوفوا لي نوت اوكي فازي انا شيف بلال اختارنا باش نعطيكم نفس النوت على خاطر شيف زوز رابحين وزوز تويما ما نجموش نفرقوا بيناتهم وزيد تبارك الله واحده الميتريز الكوجينه والاخرى الميتريز الباتيسري دونك عندكم ان ديو غانيون غدوه تحلوا لنا ريستورون وملكم واضحه ان شاء الله كيف كيف في مالا شيف ما كنتش تروحوا يديكم فارغه دونك رسلوا بسوريمينغتون باش يديوا لكم دي كادو دونك زوز رابحين ما يروحوش يد مفارغه مش بسهل راهو نعطيو نوت باهيه وقد قد اليوم عملنا ليكسيبسيون اليوم فوالا باش نعطي اوازا خاطر هكا ولا هكا انتم باش تسلفوا من عند بعضكم حاجه واضحه هكا ما عطيناش نفس الحاجه باش تنجموا تبدلوا من بنات بعضكم اوكي دونك برافو لكم انتم زوز شيف كالعاده وين نجموا تجيو بحذاك؟ ريستورون البارك منزه واحد منزه واحد ناكلوا الحوت والكسكسي والجو الكل سيرتو الحوت دونك انتم زادا كيف كيف تنجموا تلقاونا كل نهار سبت عشيه في مالا شيف لو دويل ونعاود نفكركم كان تحبوا انتم زادا كيما صافي ومروه تشوف حذينا الكوجينه مالا شيف ما عليكم كان تبعثوا لنا اون فيديو على الباج فيسبوك مالا شيف انا نقول لكم نتقابلوا الجمعه الجايه باي باي وشهيه طيبه